يتعرض كثير من الدول العربية والإسلامية اليوم لمحن عديدة، منها محن الكوارث الطبيعية، ومنها الحروب الأهلية التي نراها على الأرض السورية كما نراها في غير سوريا من البلدان العربية والإسلامية. وسوريا تتعرض اليوم لمذبحة بشرية حقيقية، سقط في أتونها أكثر من 100,000 شهيد حتى اليوم، ومئات الآلاف من الجرحى والمصابين، كما شرد الملايين من الإخوة والأخوات السوريين في داخل سوريا وفي خارجها. وعلى العالم الإسلامي بأكمله حق رعاية هؤلاء المهجرين والقيام على إطعامهم وشرابهم وإسكانهم وتعليم أبنائهم ورعايتهم الصحية بطريقة كاملة. وقد قامت مؤسسة قطر الخيرية بدور رائد في ذلك، خاصة في كفالة اليتيم، فهي تكفل الآن ما يزيد على 60,000 يتيم في مختلف أنحاء العالم، وتنوي كفالة 6,000 يتيم سنويا. وعلى كل مسلم ومسلمة قادر أن يمد يد العون لهذه المؤسسة الخيرية الكبيرة حتى تقوم بواجبها في رعاية اللاجئين وفي رعاية الأيتام.